50 عام بعد هذا الجوبيل الذهبي لهذه العملية التي قام بها ثوار يابانيين يؤمنون على طريقتهم بمناصرة القضية الفلسطينية، وأرادوا أن يكونوا جزء من هذا النضال الفلسطيني، فقاموا بمثل يعني هذه العملية البطولية. نحن وفاء لهؤلاء الذين مضوا على هذا الطريق، لا يمكن إلا أن يعني نقف بإجلال، خاصة أن لديهم يعني شهداء ولديهم يعني أسرى محررين مثل كوزو أوكوموتو وغيره. أمام كل هذه الازدواجية المعايير التي نراها في أوكرانيا، كيف يتم التعاطي مع أن الشعب الأوكراني له الحق في المقاومة، والشعب الفلسطيني يدان إذا كان يريد أن يقاوم، وبالتالي هذا الانحياز الدولي أيضا إلى مصلحة إسرائيل وإلى جانب إسرائيل في اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني، وكما نرى اليوم ما يجري على أرض فلسطين، الحقوق الفلسطينية ما زالت حقوق مهدورة، رغم أن الفلسطيني أراد يعني فتح يديه وأراد أن يلاقوه الجميع في منتصف الطريق.